بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. نرحب فيكم مرة أخرى في مقرر فنيات التوجه والحركة ومهارات الحياة اليومية. طبعا هذا المقرر هو أحد المقررات الأساسية في برنامج التربية الخاصة في مسار الإعاقة البصرية. سأكون أنا معكم الدكتور محمد صفحي وزميلي الدكتور محمود رمضان عزام السيد. أهداف المحاضرة: يتوقع من الطالب بعد نهاية هذه المحاضرة أن يكون قادرا على أن يتعرف على المهارات الأساسية في التوجه والحركة، ويفرق بين هذه المهارات ويستطيع تحديد خطوات كل مهارة منها، كذلك يتقن هذه المهارات من خلال التدريب ومشاهدة الفيديوهات المصاحبة في هذا المقرر. بداية نتحدث عن المهارات الأساسية في فنيات التوجه والحركة، ويقصد بها الفنيات أو المهارات التي تهيئ للكفيف فرص الانتقال داخل الأماكن الداخلية المألوفة لديه وأيضا غير المألوفة. المهارات هذه هي مهارات أساسية لتعود الشخص على الاستقلالية والتنقل بأريحية داخل البيئة. من هذه الفنيات فنيات حماية النفس، وهي الحماية العلوية والحماية السفلية، الاقتفاء أو التتبع، وكذلك البحث عن الأشياء الساقطة والتقاطها. فنيات حماية النفس هي الفنيات التي يستخدمها الكفيف لحماية نفسه من العقبات غير المتوقعة، وتمكنه من التحرك باستقلالية وكفاءة في الأماكن الداخلية المألوفة له وغير المألوفة. تنقسم إلى قسمين: الحماية العلوية، وهي توفر الحماية للجزء العلوي من الجسم، كذلك الحماية السفلية، الجزء الأسفل من الجسم من الخصر والمنطقة الحساسة في الجسم. راح نبدأ بالحماية العلوية، وتوفر هذه الحماية كما سبق الذكر حماية الجسم، الصدر والرقبة والرأس في الحالات التي يتوقع فيها وجود أشياء تعترض طريقه، وتساعده على التحرك بأمان دون أن يخشى من الاصطدام بالأبواب أو النوافذ أو الأعمدة أو الأشياء المتعلقة. خطواتها: يقوم الكفيف برفع الذراع من الكتف إلى الأمام بشكل ممتد، ثم يثني ذراعه من مفصل المرفق حتى يصبح الساعد في وضع متعارض مع الجسم أمام الوجه. راح تشاهد في الفيديو خطوات مهارة الحماية العلوية بتفاصيلها. طبعا اليد لابد أن تكون أمام الوجه مسافة 20 إلى 30 سنتيمتر. كذلك يكون اتجاه راحة اليد في اتجاه الخارج لامتصاص الصدمات وتجنب إصابة ظهر مفاصل الأصابع أو عظام اليد. ويجب أن تكون جميع الأصابع أو جميع أصابع اليد مضمومة سويا ومفردة على كامل امتدادها حتى تغطي أطراف الكتف الآخر. طبعا في ملاحظات على تقنية الحماية العلوية أو على بقية المهارات، وهي أهمية التدريب على هذه المهارة لمدة لا تقل عن أسبوع أو حتى يتقن هذه المهارة. أيضا اقتصار الفترة أو طولها يعتمد على مدى إتقان الشخص لهذه المهارة. كذلك أهمية التركيز أثناء التدريب على أن يكون الذراع في الوضع الصحيح. بعد إتقان هذه المهارة يمكن للكفيف أن يقتصر استخدامها على الأماكن أو المواقف التي تتطلبها. طبعا مهارة الحماية العلوية ليست في كل الأماكن، ولكن في بعض الأماكن اللي يحتاج أن يمارس فيها الكفيف هذه المهارة لحماية نفسه. الحماية السفلية: وتستخدم هذه المهارة لتزويد الكفيف بحماية محدودة عند الاقتراب من الأشياء في مستوى الخصر أو المناطق الحساسة في الجسم كالمكاتب والطاولات والكراسي أو أي أشياء أخرى يتجه أو أنه ممكن أن يصدم فيها الشخص الكفيف في البيئة غير المألوفة. أيضا راح تشاهد من خلال الفيديو خطوات هذه المهارة، راح نذكرها على العموم، وهي أن تكون الذراع مفردة على كامل امتدادها، اليد والساعد والعضد على استقامة واحدة،
ويرفع الكفيف ذراعه لأعلى إلى الأمام بشكل قطري، يسمح لليد بأن تكون في مستوى النقطة المركزية أمام منتصف الجسم. تكون المسافة بين راحة اليد والأماكن الحساسة في الجسم تتراوح ما بين 20 إلى 30 سنتي، وهذا يوفر للكفيف وقتا مناسبا لتنمية رد الفعل. تأخذ اليد وضعا مسترخيا دون توتر، ويكون ظهر اليد متجها إلى الأمام بينما تكون راحة اليد في مواجهة الجسم. هنا راح تلاحظ أن اليد عكس وضعها، هنا عكس وضعها في الحماية العلوية، هنا راحة اليد للجسم وظهر اليد للخارج. في الحماية العلوية راحة اليد للخارج بينما ظهر اليد للجسم. كذلك يمكن للكفيف استعمال هذه المهارة بكلتا الذراعين، يعني يستطيع أن يستخدم يديه الاثنتين لاكتساب هذه المهارة. نشكر لكم حسن المتابعة، وسنلتقي في درس آخر.